ويحك ألا تنتبه؟ أفق أفق أفق. الصحابة رضي الله عنهم رجال صدق، كن رجل صدق. إياك والتمثيل، نحن نمثل كثيرا ما نمثل، وصار كثير منا من كبار الممثلين، لا شيء يمس شغاف القلب، لا شيء يخالط الروح ولا يؤثر في الضمير، تنزلق الموعظة على القلوب كالماء على الصفا، لا تؤثر شيئا. تسمع آيات الله جل وعلا وفيها الوعيد الشديد، لا عين تدمع ولا نفس تجزع ولا حس ولا اضطراب ولا تأمل ولا شيء. وتسمع أيضا آيات الله تبارك وتعالى وفيها الوعد الحسن، فلا الروح تشتاق ولا النفس تهفو ولا القلوب تضطرب شوقا ومحبة ولا الجسد يعمل. أي شيء هذا؟